الرستان 9/6/2012 استمرار القصف بدون انقطاع على مدينة الرستان وسقوط مزيد من الجرحى والمزيد من الشهداء. شو صار معك يا عمو؟ إجت القذيفة يا بابا، إجت القذيفة علينا ودغري نزل الحجر علينا نزل الحجر وكمان إجل كل الحجر علينا الحجار عليكم؟ مين ضرب القذيفة؟ مين ضرب القذيفة؟ ما نعرف، ضربوا عبدينا وبعده نزل علينا الحجر ودغري كل الحجر إجا علينا كنا نحن عند التوتة إجا علينا الحجر. يلا الحمد لله على السلامة.